تلقوني المشكلة اللي عندك. السلام عليكم. عاودني يعني المشكلة اللي عندك، شنو شدير بالحياة ديالك، شنو عندك ديال الدراري، يعني الوضعية اللي كتعيشي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أم مطلقة، عندي جوج وليدات، عندي بنيتة وليد، كنضحي معاهم من الأول لأنه ما لقيتش شي 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 يد تعاوني، ما لقيتش شي حد يساعدني في الحياة ديالي. التجربة ديالي في الزواج فاشلة، و بقيت هزة الحمل بوحديتي، ما خليت فين، خدمت في القهاوي، في الطوبيس، خدمت في الميناج، خدمت في الاخر مع لاج ديالي مع العمر ديالي، وليت كنطلب، وليت كنمشي للسطا وكنبيع كلينيكس، والناس راه تعرفوني. وهادشي كيحرج الولد ديالي، كبلغ الان 17 سنه، كريم 600 درهم. السيده صابره معايا، وهذا ومع كوفيد 19 في حي السلام، خدمت في الرباط، الناس راه كيشوفوني كيشوفوني وكيقدروا حالتي، بعض الناس كيعاونوني، ولكن الاكثريه ما تيثقوش بي اني قليل الصحه. انا يدي مهرسه ووالده سيزاريان، يعني كنمشي كنضرب تماره في الديور، ولكن الاكثريه ما تنقدرش. داكشي باش التجأت اني نبيع كلينيكس ونكون في الواجهه. وهادشي انا ماشي لخاطري انا، ما بغاش راسي اني بحال نتعرض لهادشي بحال التسول. انا بغيت نخدم، انا عندي النيفو ديالي.